يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، يعطيك العافية. يس عبد الله، جو أهيد. دكتور، هسه بالنسبة يعني أنا اللي فهمته هسه من هذا الكورس إنه بدنا نكتب بروتوكول، يعني نعم، مش راح نكتب أو بروتوكول مثلا جزء منه. ولا راح نكتب بروتوكول، راح we will use protocol to write applications. تمام دكتور، وضحت. Good، تمام. Yes. Questions، other questions. Okay. نروح على ال sub function الرابع اللي هو security management within network and service operation. Security management we mean by security management. أول شيء في عندي two points for security management. I need to excessive control على resources تاعون النتورك. والresources عندي physical وعندي virtual. Okay. Okay. Who's allowed to use النتورك resources؟ Who's not. So لازم يكون عندي admission control على النتورك. Okay. مين بيقدر يعمل access للنتورك؟ Who ومين لازم ما يعملش access للنتورك؟ هاي security management. Okay. وهاي أول نقطة. Okay. وهاي تضمن إذا اللي هم resources physical، فهذول بتهم physical إيش security. فنيجي مثلا على اوضح لكم الاشي هذا. اذا في عندنا مثلا لاب 9، كلكم بتعرفوا لاب 9 عندنا بالديبارتمنت، في عندي كابينت فيها بعرفش سويتش اور تو سويتشز، فيها راوتر اور وات ايفر، هاي انها لازم تكون لوكت واللوكت، ومش اي واحد، مش انها دائما الباب فاتح هيك او بيجوا الطلاب بيطفوا السويتش وات وذي بلاي مثلا وذ الديفايسز هذول. هاي اي نيد ايش تو سكيور الديفايسز بايش فيزيكال سكيورتي، انه كل شيء يكون كابينت. اذا في عندي مثلا جوه الداتا سنتر اور سيرفر ريسورسز، هذول سنسيتيف، هذول بكون بروم لحالهم. طبعا لازم يكون بروم لحالهم لانه لازم تكون هاي ايش condition air conditioned very well، بتكون درجة حرارة فيها freezing، فاللي بده يفوتها بالعادة بكون بالصيف، والناس المسؤولين اللي بفوتوها بكونوا لابسين الهيفي جاكيتس تاعيتهم حتى يقدر يفوتوا هاي الغرفة. اوكي تمام، هاي مش اي واحد بفوتها الباب بطرق هيك، نو هاي لازم يكون الروم مثلا عدد قليل من الاشخاص اللي بيقدروا يفوتوها، few of them، ما يتجاوزوش مثلا عدد اصابع اليد. اوكي واللي هم لهم اكسس كارد بس بفوتوا، اجين ذيس ار، لانه هذول مثلا الريسورسز حكيت لكم انه كريتيكال وسنسيتيف، اي اذا بيجي واحد من برا بيلعفيهم مشكله. اوكي ذيس از فيزيكال سكيورتي. كمان بدي ايش سايبر سكيورتي، انا ما الان مثلا ما اقدرش افوت على السيرفرز اللي تاعت الجامعه اللي خاصين بالشؤون الماليه، الطالب ما بيقدرش يفوت على الداتابيز، لانه اذا فات مثلا بيقدر يفوت على الداتابيز. اوكي بيقدر يغير علاماته، تمام، بيقدر يغير جدوله ويحط الشعب اللي هو بده اياها، تمام. I need to ايش regulate access to resources. الجامعة عندنا النتورك مثلا الواي فاي مش اي واحد بيجي من برا يقدر يشبك عليها. اوكي بس مثلا لل ايش للبوبوليشن تاع الجامعة من طلاب وموظفين. اوكي this is I need to regulate, I need to authorize ايش I need to authorize the users who's allowed in who's not allowed للresources اللي هم physical or virtual. هاي واحد. اثنين after I authorize them I need to authenticate. انت اوكي انت شو بس انت شو مسموح لك وانت شو مش مسموح لك، تمام، اي العكس المفروض. I need to authenticate the user بعدين I authorize them what they allowed to do and they ويكون في عندي hierarchies. هلا الموظف اللي بالماليه عنده ايش رول، اوكي وهي كان دو اكتيفيتيز مثلا اكثر مني بالنظام المالي، هي كان فيو مثلا ايش الماني اللي بتيجي على الجامعه والماني اللي بتروح بتطلع من الجامعه، انا اي كانوت فيو ذات. اوكي تمام جود، هاي انه لازم يكون سبيشال سيستم تو دو ذات. اوكي طبعا هذول هلا بده يجي واحد يحكي ذيس از سيستم ادمنستريشن، يس ذيس از سيستم ادمنستريشن، اذا بنحكي عن بس اذا بنيجي بنحكي عن الداتابيس سيرفر وعلى شيء زي هيك
حكينا المرة الماضية بنبطل نحكي this is network management, this is system administration. هلا كل شيء إيش blended mixed together. تمام؟ good good. النقطة الثانية, I need to detect and prevent attacks اللي بيجون from outside, okay, or from inside حتى, I prevent them from, for example, stealing information من ال different stealing information. طبعاً ما بكون شو من ال network nodes, من ال network components, وإنما من ال end systems, من servers or PCs. هاي واحد. I should إيش prevent attackers to overwhelm the network تاعيتي بإيش بترافيك تاعهم يعملوا مثلاً علي denial of service attack. تمام؟ good. هاي كله security management. It's part من the network operation. اوكي هلا النقطه الخامسه والاخيره اللي هي الاكاونتنج مانجمنت. اوكي الاكاونتنج مانجمنت شو بقصد فيها الاكاونتنج؟ قبل شوي I need to hold everybody accountable of ايش الاشياء اللي بعملها على النتورك. فالاكاونتنج مانجمنت لازم I need to answer who's using the network for what reason and for how much. الإشي اللي قبل شوي أجي أحكي X and so and so is using a network to access these resources, to access these websites, to access these servers, وقديش الباندويث هيز مثلا consuming, how much is consuming from إيش ال network resources. والnetwork resources ممكن يكونوا إيش physical إيش or virtual. فلما أحكي عن الباندويث this is virtual. لما أحكي عن physical resources بحكي مثلا طبعا مثلا عن switch كم port عليه ومين اللي مثلا ماخذ البورت مين هذول لمين واصلين. فما باجيش مثلا على السويتش بطلع منه خمسة مثلا او عشرة هو عليه 24 port اجي اطلع مثلا منه خمسة او عشرة ايثرنت كابل واعطيهم لواحد على حساب واحد ثاني. again if I can afford this fine, but again إذا في عندي other users ما بخلي واحد يأخذ أكثر من الناس الثانيين. أوكي على حسابهم. أوكي تمام good. هاي accounting management. طبعا هون حتى to answer these three questions إيش لازم أكون عامل إيش performance and traffic management. أوكي وهون باجي بضمن إنه ال network resources are allocated fairly. fairly تختلف عن كلمة evenly, مش شرط بالتساوي. أعطيتكم إكزامبل المرة الماضية وبعرف الـ fair allocation والـ fair usage of the resources. تمام؟ good good. والنقطة الأخيرة الـ major function بالـ network management اللي هو الـ network maintenance. network maintenance شو اللي هم الـ functions or الـ activities تاعونه اللي هو الـ installation. installing هون هذول بيعملوا دراسة فبيجي بحكوا إنه في عندي بناية جديدة زي بناية الكلية الطب البيطري ف they issue ticket. شو يعني ticket؟ فبيجي بحكوا إنه بدنا نعمل installation للنيو ترك. فهذول التيم اللي مسؤول عن هون هلا ممكن هذول ما يكونوش different teams, ممكن يكون نفس التيم بيختلف من organization لا organization. هلا هذول اللي بروحوا بيعملوا ال actual work. هذول هون بيجوا بيعملوا decision و they issue ال work order اللي هي بنسميها التيكت. اوكي هذول بيروح بيعملوا الاكتوال ورك, بيعملوا النتورك ريبيرز. هلا هون حكينا عن الفولت مانجمنت. هلا هذول زي الاكزامبل اللي اعطيتكم اياه لما صار عندي اي بي ادرس كونفليكت. هون اجين عرفت شو هي المشكله, حليتها انيا بحيث انه الماشين مثلا اللي عملت كونفليكت اي هانتد داون. اوكي وانا اخذت الاي بي ادرس بعدين هاي اعطوها اي بي ادرس ثاني. But again, I did not resolve the root cause to the problem. Okay, the root cause إنه كيف بدي أمنع هذا الإشي يصير مثلاً بالمستقبل. هذول network maintenance اللي هم مسؤولين عن resolving the root cause to the problems. هذول هون إنه just المشكلة كيف إنه I go around it. تمام؟ Okay, وهذول هم network function, network management functions. Okay, I'll stop in here for whatever 20 seconds to give you a chance to ask questions على points اللي هم حكيتهم. Okay, before I switch gears على the different points.
points. You have questions? You have questions? Do you have any questions? Anything in here? دكتور يعني الفولت مانجمنت يعني ممكن اعتبره ريسبونس والمينتيننس ممكن اعتبره ريسيرش اند ديفلوبمنت احس ياخذ وقت اطول يمكن مينتيننس ما يدخل بالريسبونس اوكي هلا بعرف شو قصدك بالريسيرش اند ديفلوبمنت الريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو اجين انا بعرفه هذا انه بالشركات they are trying to develop في عندهم هم products وthey selling this product للcustomers تاعهم research and development they research product for the future okay هون no هذول في هذول مسؤولين هون بس إنه they resolve root cause للproblems مش بس إنه أحل المشكلة حاليا مش هون الفكرة هون راح يحلوا المشكلة آنيا عشان شو to get the user يستخدم النتورك right away but إنه إذا بدها حل كبير جداً مثلاً إنه أجيب new devices or أصلح device هذول مثلاً هذول مسؤولية network repairs تمام؟ هلا أجيب ممكن ما يكونش line مش شرط أن يكون clear إنه هاي عبارة عن fault management and this is network maintenance مش شرط يعني مرات في إشي بيكون إيش in between إيش أوكي المصلحات أحيانا تخلط. Yep. But questions. Okay. Let's move on على different point in here. But في عندي هون two points I need نحكي معكم فيها. Okay, guys. أول إشي. هلا الحضور بلش يعمل يصير له deterioration يعني هلا المرة الماضية كنا بعرفش 37 something like this أو أكثر نفس الإشي بالسيشن الأولى كنا something like this هلا طلع guys we are just 32 guys ديروا بالك بالنسبة للحضور الغياب هلا النقطة الأولى اللي بدي أحكيها هون بالنسبة للبايثون crash course Guys, are you progressing بهذا البايثون؟ هلا يوم الأربعاء عندكم امتحان مش راح أجله، okay؟ مش راح إيش أغير يعني آخر موعد for whatever reason. هلا هاد راح يغطي modules واحد واثنين وثلاث وأربعة. هلا لما تخلص هذول أنت إذا خلصتهم بعرف إنه في ناس كثير ممكن خلصوهم بإمكانك تروح هاي this part one. روح على part two. واحد اثنين ثلاثة وأربعة أوكي هلا في عندنا هم امتحان بعدني أنا مش عامل لكم إله إنه بعده إيش مش مظهر لكم أوكي تمام أوكي فأنت بإمكانك تروح على هذول تقرأهم أوكي لأنه الأسبوع اللي بعده راح أعطيك برضو كمان امتحان للبارت الثاني أوكي تمام هلا guys يعني أنا بالويكند يوم الجمعة فتت وشفت who's do يعني هذا في ناس بعدهم مش عاملين okay you know guys in back زميل كل عن مسألني بيقول لي هذول الدكتور أنا مش شايفهم فيش عندي إشي زي هيك you know إنه أول ما تفوت على نتورك أكاديمي فبيجي بحكي لك حتى تعمل access لهذول تعمل unlock لهذول لازم تعمل two activities أول إشي تعمل accept لل user agreement or copyright whatever شو اسمها بعدين تعمل survey حتى لما تعمل إشي هذول بصير تعمل unlock لهذول ما هذول حتى لو انك بتعرف بايثون بليز فوت اعمل هذول اوكي مر على هذول وفي عندك كنت ايش براكتس تيست بليز اعملهم اوكي مشان تقدر تعمل الامتحان اللي بدي ايش اعطيكم اياه ان شاء الله يوم الاربعاء اوكي سو يو نيد تو دو يعني هلا ما بتقدرش اصلا انت بعدين تروح على بارت 2 يو كانت unlock Part 2 أكيد بكونش viewed unless إنك عامل هاي وهاي وماشي على هذول أوكي بعدين لا حد تروح على Part 2 أوكي فما حد يجيني يوم الأربعاء لما أفتح لكل امتحان إن شاء الله على 7:30 يجي يحكي لي مش ظاهر عندي الامتحان يس أكيد مش راح يكون ظاهر إذا إنك مش بعدك مش فايت على الكورس تمام في حدا عنده مشكلة بالنسبة لل Network Academy والPython Crash Course في حدا عنده مشكلة
دكتور الأسئلة راح تكون منك أنت ولا من سيسكو نفسه؟ نعم من سيسكو نفسه. يا دكتور هلأ التست على كل شابتر راح يشبه الامتحان اللي راح تجيبه يوم الأربعاء؟ كيف 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 كيف؟ يعني هلأ بعد كل شابتر في تست مظبوط؟ يب. يعني راح يكون على نفس نمط الامتحان تقريبا؟ يس يس اكسلنت يس هذول بعطوك براكتس كيف الامتحان راح يكون يس yes. تمام. بس أنا حكيت لكم مش الهدف تاعي أنكم تحلوا الامتحان قدر وأنتوا ماشيين بهذول تقعدوا تطبقوا عملي. I want you to learn مش I want you to learn I want you to master Python. I want you to master Python guys. Yes I want you. Okay. Yes عبد الله. دكتور مجرد ما فزت على part 1 معناته أنا default عامل السيرفي بكون صح؟ انت عاملها ولا مش عاملها؟ اكيد اكون راح اكون عاملها بس بدي اتاكد عشان الامتحان لانك خوفتني. عملتها اوكي عملتها انت بتعرف عملتها ولا ما عملتها؟ لا انا عملتها خلاص معناته يو ديد ات يس ويو سبمت اصلا بارت 1 ما بفتح اذا ما بكون عاملها. يب 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 وبارت 2 ما بيظهرش الا تكون عامل هذول عامل الكويزز تاعهم. تمام جود اذر كويستشنز other questions good yeah النقطه الثانيه هون بدي احكي معكم فيها جايز حكيت لكم عن الجروبات انكم بدكم تشتغلوا كل اثنين بجروب جاهزين جاهزين دكتور اوكي اذا بعد بكره اذا بعد بكره باجي بحكي لكم ان شاء الله مين الجروبات تاعتكم جاهزين صح صح اه دكتور يب 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 اوكي يعني لما نقرب ان شاء الله اعطيكم الهوم ورك الاولى راح اخذ الجروب فعلى السريع يعني اعمل الجروب تمام دكتور ايش طبيعه الهوم ورك راح تكون اي هوم ورك اللي هو تبع الجروبات راح يكون بالبايثون ولا من نتورك مانجمنت لا ايش هوم ورك واحد يعني انا خمسه او سته هوم وركس اه ايش طبيعه كل واحد طبيعته مختلفه فلم كل هوم ورك على جنب خليها لما نيجي ذات ستيج تمام دكتور الهوم ورك حناخذهم بعد البايثون صح هلا الفصل الماضي لا. الفصل الماضي بالوقت هذا كنت معطي زملاء كل هوم ورك الاولى اوكي يا هلا مش مفكر اعطيكم هاي الهوم ورك تاعتكم انهم يشتغلوا على الراوتر اللي عندكم بالبيت يس مش مفكر اوكي فخليني اشوف شو اوكي يعني هلا اجين هي الفكره هيك خليني اشوف شو بيطلع معي افكار الفصل هذا وبعطيكم يس يا ممكن اعطيكم قبل ما نفوت مثلا هلا في عندنا هات شابتر 1 بعدين بدي أغطي شابتر 2 بعدين بدي أغطي شابتر 3 طبعا بس أغطي جزء من شابتر 3 بصير إنه بقدر أعطيكم هومورك هلا ممكن هون at some point أعطيكم هومورك على البايثون لحالها أوكي ما لهاش يعني دخل بالمادة تشتغلوا some program على البايثون ممكن أوكي خليني أشوف شو بدي يصير معنا تمام good عفوا دكتور yes دكتور بالنسبة للهوم وركات راح يكون بايثون كله صح؟ الله أعلم I don't know yes حسب how we شوف شو بالكورس وشو شو هيك شو أنا هيك الهوم ورك what's appropriate for you but أكيد في two homeworks على البايثون أكيد أنا هذا اللي عملته الفصل الفصل الماضي أعطيتهم one homework على البايثون بس but الماتيريال الأخير اللي بالكورس كلها بتعتمد على البايثون يعني final كان مش بايثون but again بيعتمد انه قديش انت مشتغل على البايثون هيك تمام final كله يعني كان 90% من الاسئله مش بايثون في منهم اسئله specific على البايثون وانما قديش انت مشتغل بايدك again مشتغل اشي عملي واشي عملي معناته بدك تكون مشتغل اشي بايثون فعشان هيك I want you to learn python okay very well okay If you don't learn it now, راح تنجبر you will learn it later on بالفصل. بس بتكون مضغوط عندك mid terms وعندك إذا إنك مشروع تخرج صار إنه ينطلب منك بدك تعمل تاسكات whatever. ف this is عشان هيك هاي the best إيش period إنك تتعلم البايثون فيها لأنك فاضي المفروض إنك فاضي تمام تتعلم البايثون مش تدرس عشان الامتحان. Good. Okay.
هون بنحكي عن النتورك مانجمنت ان اتس سمبلست فورم اللي هي هوم واي فاي نتورك. طلع نحكي عن نتورك مانجمنت فيري سمبل اكزامبل على النتورك مانجمنت اللي الهوم واي فاي نتورك. واجين هذا الاكزامبل اللي جست الانترنت اللي انا عندي بالبيت. اوكي فهاي بعرف يو شود بي اول اوف يو فاميليار وذ ات اتس كولد الماي فاي ديفايس. اوكي الماي فاي ديفايس عباره عن شو؟ اوكي عباره عن جزئين. اوكي الجزء الاول اللي هي عباره عن الفور جي مودم, عشان هيك انا بحط فيها سيم كارد. واجين في عندي هون انتنا وبتشبك از اون سيلولر نتورك مع التاور القريب مني. اوكي تمام. اوكي 4G modem, طبعاً 4G, 3G modem, whatever. هلا البارت الثاني منها هاي نفسها عبارة عن Wi-Fi إيش router, wireless router. أوكي اللي فيه له أكيد أنتنة ثاني. أوكي وهون different machines اللي بالبيت هون شابكين على إيش إن على ال wireless. فأجين هون تو عندي two wireless networks. ال wireless اللي هي ال WLAN الوايرلس لوكال اريا نتورك. في عندي هون الوان, والوان اللي هي عباره هون جاستس اللي هي السيلولر ايش نتورك. اوكي مع التاور. اوكي تمام جود. هلا انا منزل ابلكيشن على السمارت فون تاعي اللي بشبك, بقدر اشبك على على الراوتر هاب. اتس كولد هواوي هاي لينك اجين, لانها هاي الديفايس من هواوي. طبعا هون انا اورنج الاي اس بي تاعتي. اوكي هلا خليني افتح هذا الابلكيشن واشوف شو وات اي كان ايش شو هذا فيه الابلكيشن. اول ما افتح الابلكيشن طالع المعلومات التالية. This is network management. ليش network management؟ I can monitor the device said. طلعوا I can monitor something on this device. I can monitor, I can get information. شان مونيتور. I can get information from this device. For example, بعرف إنه it is battery powered. Okay. والباتري اللايف تاعتها صارت إيش رايح منها؟ عم مستهلك 25% وضال عندي 75%. أنا شابك على Orange Network. الكواليتي تاعت الكونكشن عندي 4G. إذا بروح مكان ثاني بعيد عن التاور ممكن أوصل 3G أو أقل. أوكي بعرف إنه هون مستهلك أنا من ال مستهلك معظم الكاب تاعيتي. الكاب تاعيتي 200 جيجا بت بير سكند, سوري 200 جيجا بايت. هاي الداونلود كاب تاعيتي اللي أنا مشترك مع زين, مشتريها من زين, مستهلك معظمها. كل اللي ضايل عندي 37%, كل اللي ضايل عندي 72.8 جيجا بايت. فهون باجي بصير أفكر إذا أني أنا بعدني بأول أسبوع من الشهر مشكلة, هل هالطول 72 رح يكفوني لآخر الشهر ولا لا؟ أوكي تمام. إذا أني بآخر يومين بالشهر ممكن I'm not worrying unless إذا عندي updates للأجهزة اللي عندي. أوكي this is monitoring because I'm getting information. Again, في عندي هون الأونلاين ديفايسز, ففي 5 ديفايسز شابكين على الراوتر هذا. Again, هذا اللي هو الفون تاعي. Okay, وبعرف قديش صار له شابك على ال network هاي. Okay, الراوتر هذا ال إيش اللابتوب تاعي. في عندي هون another مثلاً ديسكتوب called HP. Okay, في طبعاً وين الخمسة؟ لسه في تحت. If I scroll down. اوكي اف اي سكرول داون طبعا هون طلع عندي معلومات اللفت انه انا اللي ضايل عندي هالقد, والباكج اللي انا ماخذها من زين 200 جيجا. اوكي هاي واحد من هذول ثلاثه وهذا الرابع. ففي واحد هنا طبعا صار اب انه ميسنج. اوكي انا ذا سمارت فون. هذول في عندي ديفايسز ثلاثه دي ار بلوك, انا عاملهم بلوكينج. هذول ما بيقدروش يشبكوا على الوايرلس راوتر, حتى انه السيلفون بتفتحه وبتفتح عليه وبتلاقي وراح يشوف اللي هي الاس اس اي دي الوايرلس سيجنال ويعرف انها هاي وهاي الاس اس اي دي الصح. اذا بدخل الباسورد بعرفش اذا بيسمح له يدخل الباسورد او ما بيسمح له يدخل الباسورد. هذول ما بيقدروش يشبكوا بالمره. This is kind of control على النتورك. This is kind of مثلا النقطه اللي غطيناها هون. Who's allowed to use the resources
أوكي إنه يشبك أو ما يشبك، هذول ممنوعين الثلاثة. they cannot شو ما يعملوا they cannot إلا إنهم يعملوا access على الراوتر هذا ويغيروا هذا الشيء. طبعاً كيف بنعملها؟ هلا رح أوريكم هون كيف بعملها. أوكي again في عندي offline devices، هذول offline devices هذول مش شابكين ولكنهم مش ممنوعين، بيقدر يعني ممكن طافين أو something like this another smartphone okay another desktop okay هذول إنهم كانوا سابقا شبكوا وهي حافظة history المخزن هذه الهيستوري عندي بالراوتر هذا. تمام good this is kind of getting information. تمام هلا إذا بضغط على this arrow شو بقدر أشوف؟ شو بقدر أعمل؟ فأجل هذا هو هون اللابتوب تاعي. هون I can allow disallow this device from connecting على النتورك تاعيتي. أوكي إذا هاي I flip it على off مستحيل هذا اللابتوب على السريع بفصل مستحيل يقدر يشبك. أوكي I am controlling طبعا إيش أنا الراوتر itself. أوكي هلا خليني أشوف شو هون بقدر again هاي device name. كيف هاي device name بيجيبه؟ هون في تيجي الماشين تشبك على الراوتر فبيجي بيسأل الماشين هاي شو الاسم انت عندك فبيجي باخده اوكي وهون بعرضه هون بس I can modify it. بقدر هون اضغط على هاي بسمح لي ايش اعطيه نيم ثاني اعطيه مثلا نيم لابتوب بس اوكي مش راح يغير على اللابتوب نفسه اللابتوب نفسه راح يضل اسمه احمد ماك بوك اير اوكي تمام بتون لكل ما يشبك هذا اللابتوب بصير هذا اسمه بكون مثلا شورتر نيم اور وات ايفر اوكي تمام جود جود هاي جاست الشيء اللي بتغير بس على الراوتر اذا بتضغط هون شو بيطلع عندي بيطلع انه هاي اللابتوب هذا شابك على هذا الوايرلس راوتر اللي هو اورنج اير بوكس اللي هو الاس اس اي دي الماك بكون حاكي لي شو هو الماك ادرس لهذا اللابتوب طبعا انا هون عامل له ايش طامسه اوكي ديش ياكو تعرف شو الماك ادرس على اللابتوب تاعي فور وان سم ريزون اور انذر بعدين شو الاي بي ادرس اللي انا اللابتوب ماخذه من الوايرلس راوتر بقدر اغيره هذا بقدر اغيره اوكي طبعا هون مش مسموح لي اني اغيره هلا اذا بطفي اللابتوب وبشغله ممكن ياخذ اي بي ادرس ثاني ممكن ما ياخذش اي بي ادرس ثاني اوكي على عكس اوكي هلا بحكي لكم ممكن ديفايسز ثانيه وايرلس راوترز ثانيين بقدر انه اجي اعطيه هون اي بي ادرس اللي بدي اياه فهون معطيني اي بي في 4 واي بي في 3 اي بي في 6 تمام جود تمام هاي اوكي هاي عن طريق هاي انا مستخدم ايش كل المعلومات عن طريق ايش الابلكيشن هاد تاع هواوي اوكي اي ام شون يو نتورك مانجمنت كيف النتورك مانجمنت لاني انا اي ام شون يو ثينجز اي كان مونيتور اي كان جيت انفورميشن ثينجز اي كان كنترول اي كان الاو ذس الاو بقدر اغيرها اوكي ذس از نتورك مانجمنت ويتش از فيري سمبل بيكوز اي هاف جاست وان ديفايس اذا بحكي عن نتورك ديفايس طبعا في عندي اكثر من ديفايس زي ما شفتوا هلا شابكين على ايش الوايرلس راوتر اجين بس ام نوت مانجينج ذوس ديفايس ام مانجينج جاست الان بوريكو ام مانجينج جاست الوايرلس راوتر اتس جاست وان راوتر اوكي هلا again هذا عن طريق الابلكيشن بس كان باستطاعتي وفي عندي شيء زي استطاعتي اروح افتح ايش اللي هي بسموها الكونفيجريشن مانجمنت ويب انترفيس اوكي وفيها كابابيلتيز اكثر من هذول يعني هون باجي بقدر احكي انه هذا الاي بي اد اوكي الاي بي ادرس رينج هذا انا ما مش عاجبني بدي اخلي الاي بي ادرس within الرينج هذا طبعا لازم يكون ايش برايفت اور اللي هي ال 172 دوت سمثينج دوت سمثينج مش حافظهم هذول بقدر اعمل شيء زي هيك هاي بتعطيني مور كابابيلتيز وبتعطيني هون بس بقدر اجي على ديفايس اخليها تشبك او ما تشبك عن طريق هيك بس اذا بروح هون وكلكم جايز لازم الان انتم طلاب سنه رابعه او سنه خامسه لازم كل واحد منكم الان فات على
الconfiguration management or management web interface للراوتر عنده بالبيت وشوف شو الكابابيلتيز what he can do he can again it is called okay configuration management or control management you can control مين اللي مسموح له مثلا يشبك ومين اللي مش مسموح له يشبك again هلا هاي اللي مش موجوده بالابلكيشن هذا حتى الان هون انا بقدر اسمح للماشين انها تشبك او ما تشبكش بالمره اوكي ومانوال اذا بده يجي يحكي لي اسمح لي اسمح لي اوكي لهذول اللي بلاكت فباجي بسمح له اتس مانوال على عكس اذا بالانترفيس هاي تقدر انت المشين مش بس تعملها الاو وتساله تيجي تحكي انها هاي مسموح لها تشبك باليوم خلال الساعتين هذول بس وبرا هذول الساعتين مش مسموح لها مش بس هيك مسموح لها تشبك على الواير ستاوتر وعلى الانترنت بس مش مسموح لها تعمل اكسس مثلا على اليوتيوب مش مسموح لها تعمل اكسس على الفيسبوك وإشي ثاني كله مسموح او بقدر هذول اعملهم انهم بس مسموحين مثلا ساعتين باليوم هاي اللي هي بتلاقيها تحت parental control وفي ويب سايتس ممكن امنعهم كاملين عن البيت اوكي او امنعهم عن ديفايسز معينين بس بالبيت اوكي الطلاق this is control this is network management لانه I am allowing those services اللي can be used بالنتورك هاي و cannot be used اوكي تمام بقدر هون بالتالي اجي اعمل ايش firewall rules or filtering rules شو اللي مسموح وشو اللي مش مسموح تمام good واضح واضح again هاي اللي هون مش رح اوريكو اشي زي هيك لانه انا هون بس موريكو ايش الابليكيشن مش موريكو انه هون هاي كيف نفتحها هاي بس تروح على الويب براوزر لمشين شابكة على الوايرلس راوتر هات لابتوب اور ديفايس وبتحكي مع ايش فاجين هاي مش قبل شوي حكيت انها عبارة عن 4G مودم حكيت عبارة عن وايرلس راوتر مش بس هيك it runs web server to serve this page okay it is برضو NAT box ليش NAT box هي عبارة بتعمل ناتنج لكل الديفايسز اللي جواتها عبارة عن firewall or IDS اوكي فايروول اكتشوالي بعمل فلتر على اي بي ادريسز اور دومين نيمز فيها الكابيلتيز هذول اوكي تمام جود هذول كلهم جبتهم عن طريق ايش الصفحه الاولى من هون بعدين انتقلت من هون في عندي اذر كنترول بوتنز ان هير ان هير اوكي خليني اشوف هذول جست شوفيهم مش كلهم راح اشوف فهون مثلا اجين اذا بتضغط مثلا على الباتري بشوف قديش الباتري قبل شوي كانت 72 فهي different يعني time اوكي هون 100% مشحونة كامل اوكي تمام طبعا هاي tools قبل شوي اللي كنت اشوفهم كلهم مثلا من devices اوكي بقدر هون اعمل control whatever do this mean اوكي اذا بتروح هون على network diagnosis اوكي شو بقدر اعمل تضغط عليها تشوف الهيلثينس للنتورك فهي شابكه الراوتر هو هاي نفسها هي الديفايس اتسلف شابكه على السيل تاور which is fine ومش بس شابكه على الانترنت لانها مرات تكون شابكه على السيل تاور but it cannot access the internet resources ف again هاي الهيلثينس عندي تمام again اذا بتروح هون على النتورك settings مثلا I'm not sure here or here. طبعا هون الواي-فاي اكستندر اوكي طبعا هون مش انيبلد عندي الواي-فاي اكستندر هي لانها هي الوايرلس راوتر هي الوايرلس راوتر اوكي اتس نوت ان اكستندر بس بقدر اعملها اكستندر كيف بعملها اكستندر مثلا اذا عندي انا هاي لازم تكون بغرفه معينه بالبيت اللي هو الواي-فاي بالبيت اوكي عندي راوتر ثاني غيريها فهي بدي استخدمها واي فاي اكستندر لازم يكون عندي واي فاي راوتر غيرها راوتر غيرها فهذا بيجي الكونكشن مثلا هنا هاي بتكون بغرفه معينه بس هنا مثلا بالكيتشن عندي ما بيصلش الواي فاي سيجنال فبقدر اعملها اكستندر هي اجيبها هون احطها مثلا بغرفه المعيشه بحيث انها at some point تستقبل السيجنال من هون وبتبث السيجنال هون اوكي but I'm not enabling it now like this okay طبعا guys
هلا اللي عنده نفس الشيء or عنده different router يفوت بشوف شو بقدر يعمل بال different buttons in here. اوكي مثلا اذا هون بروح على النتورك سيتنج باجي بحكي هاي لازم تكون enabled، هاي اللي اصلا هاي الكونكشن تعامل هذا الكونكشن موبايل داتا، اذا بدي اعملها واي فاي اكستندنج هاي لازم تكون اوف اوكي لانه تبطل هاي بحاجه. اوكي تمام هاي الداتا رومينج. اوكي اذا بروح مثلا على منطقه ما فيهاش مثلا اورنج وفيها خدمه زين بس هون اذا ها انيبلد هاي طبعا انا بدي اكون حاكي مع الشركه كمان يعني هاي one way of control بس بدي اكون حاكي مع الشركه اللي هم سامحين لي اعمل رومينج فبصير اخذ مثلا من زين but I have to pay more money. اوكي الهم اوكي هون network carrier اللي هو اورنج again لانه هو ال يعني انا هذا هو الشركه اللي انا ماخذ منها سبسكريبشن وشابكه على اورنج بس اذا بروح على مكان مثلا بالصحراء او مثلا بوادي رب وهناك الشبكه بتاعت اورنج معدومه او ضعيفه وفي زين او اومني وانا بحاجه انه اي نيد تو كونكت للانترنت لسمثينج كريتيكال انك تكون عامل هذا وحاكي مع الشركه هون على السريع مثلا تيجي بتشبك على شبكه زين بس اي نيد تو باي ايش اكسترا فيز على خدمه زي هيك. اوكي اذا بتروح مثلا على الديفايس سيتنج شو بقدر اجين ذس از كله مونيتورنج على عكسون كنترول اي كان ريبوت الديفايس كان اي كان باور ات اوف اي كان ايش اعمل ابديت بدل ما هي ماخذ اوبريتنج سيستم فريم وير معين اخليها تاخذ لنيور وان. اوكي تمام جود هاي الديفايس انفورميشن اذا بنضغط هون مثلا عليهم هاي الموديل هاي ال whatever هذول different numbers okay تمام هاي software version هون ال one كأني أنا عامل له طامسه برضه ال one IP address okay فهاي kind of monitoring this kind of control بقدر هذول إيش أغير على ال device هذول just I'm getting information okay تمام good فهذول ولسه هذول عبارة عن subset قليل جدا من subset للمونيتورينج اللي بقدر انا اعمل من ناحيه مونيتورينج وكنترول على ايش اذا رحت على ويب انترفيس المانجمنت ويب انترفيس. اوكي فهي سبست هناك حتى بقدر اغير الدي ان اس سيرفرز اوكي تمام تعاون الديفايس تاعي اخليه مثلا جوجل دي ان اس سيرفر وات ايفر. اوكي تمام جود جايز خليني هون اوكي خليني هون اسال كل الاسئله التاليه. اوكي ضايل معنا دقيقه ونص. اوكي ضايل معنا دقيقه ونص مين هون بدي يعلق مين بدي يحكي لنا جايز خليني اسالك السؤال التالي مين بحياته ما فاتش على الكونفيجريشن للوايرلس راوتر اللي عنده لازم جايز انا متاكد 90% منكم بعده ما فاتش على شيء زي اتليست لازم فتت وغيرت اليوزر نيم والباسورد الديفولت مش اليوزر نيم والباسورد مشان اشبك هون نو اللي هي الباسورد هون نو اليوزر نيم والباسورد اني اعمل اكسس على المانجمنت ويب انترفيس اللي بالعاده تكون ادمن لازم جايز تفوت وتغيروا هذول اليوزر نيم والباسورد الديفولت. اوكي طيب اوكي كونكم سالت انا سؤال مين بحياته ما فات ما حدش رفع ايده معناته كلكم انتم ال 29 واحد كلكم فتوا عليها هلا بدي ابلش فيكم واحد واحد تحكوا لي شو عملتوا على الراوتر عندكم يس مين بده يبلش دكتور ضايل 20 ثانيه يا نص دقيقه مين بده جست انه واحد يحكي لنا ستوري يس دكتور لما نعمل ريسيت بيروح كل شيء No, الconfigurations معظمهم بيضلوا yes. دكتور غيرت الباسورد اوكي اذا بتعمل reset hard reset بتمسك قلم الرصاص ولا على البطن هذا اللي بيكون صغير yes بروح بترجع كل الconfiguration بسميها المانيفاكتشرر settings بس اذا بعمل reset زي ما هون زي الريست اللي هون او انها خلصت البطارية او شلت الشاحن هذا بيخلي كل شيء حتى اليوزر نيم والباسورد بيضل الريست اللي هي البتون الصغير هذا اللي بيكون على طرف الراوتر
مين اللي سألت السؤال؟ مين؟ دكتور قزيانة. يس منار أنت ضغطت على الزر اللي بيكون صغير. هذا أصلاً هو المقصود منه إنه يرجع الديفايس كلها للسيتنجز للمانيفاكتور. بس الريسيتس الثانية إذا أنها مش باتري باورد ودائما لازم تكون شابكة على اللي هو الأدابتر. إذا بشيله وبطفي عادي بيضل كل شيء مخزن. إذا بعمل الريسيت هاي هون بيضل كل شيء مخزن عادي. تمام. يا أوكي معناته يا إن شاء الله هيك بنوقف هون. إن شاء الله المرة الجاية